بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الملائكة. نطلع للطفلة الصغيرة اللي حضرة معنا اللي فازت. مولاي يوسف مسكين عضو جماعة التسلطانت اليوم كي كتعرفوا يعني الحمد لله هذه البادرة الطيبة اللي كتقوم بها جمعية ديال اتحاد زربة في إطار تخليد ديال الذكرى ديال عيد المسيرة 47 وكي كتعرفوا الحمد لله دائما الجماعة ديال التسلطانت راه كتواكب وليداتها في إطار هذه المبادرات الطيبة اللي كنشكروا عليها دائما هاد الناس الجمعويين اللي كيسهروا على مثل هاد التنظيمات. كنشكروا كذلك السيد البرلماني عبد العزيز الدرويش على الحضور ديالو اللي راه كيشرف المنطقه دائما صدى اعضاء وعضوات جماعه ديال تسلطانت ولا كل من السلطه المحليه ولا الدرك الملكي ولا القوات المساعده ولا كذلك جزيل الشكر لجمعيه اتحاد زربه المنظمه لهذا النشاط ولجميع المكونات اللي سهروا على انجاح هذه البادره الطيبه اللي تتفرح هاد الوليدات. وكتعرفوا يعني دائما راه حنا مغاربه وغادي نبقاو مغاربه والصحراء في دمنا وما يمكن الا نفتخروا بهذه الذكرى العظيمه هذه. وكذلك الشكر موصول للساده وسائل الاعلام اللي دائما كتواكبوا معنا مثل هذه التظاهرات لايصال المعلومه والشكر الجزيل لكل من ساهم لا من قريب ولا من بعيد. والسلام عليكم ورحمه الله. اولا كنشكر الصحافه وكنشكركم انتم على 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 الحضور ديالكم على المبادرة ديالكم. ثانيا تنقدم لكم راسي السيد الخريف هشام رئيس جمعية زربة للتضامن والاتحاد والتضامن. اولا هذه مبادرة ثانية لهذه التظاهرة هذه ديال العدو الريفي بمناسبة المسيرة الخضراء المظفرة رقم 47. ثانيا يعني كما سولتيني شحال من تلميذ كاين عندنا 360 تلميذ. كانت في هذيك الدوره الفائته كانت شي 700 تلميذ ولكن ما اضطرينا نقصوا العدد باش نتحكموا في التنظيم ديالها ونجحوا هذه التظاهره هذه. وشكرا تنشكركم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيده نعيمه السهلي النائبه الاولى لرئيس الجماعه التسلطانت. اولا كنشكر الصحافه مشكوره جدا على التغطيه الصحفيه لهذا الحدث لمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. كتنظم جمعية زربة اتحاد زربة لتنمية هذا العرس الرياضي لأبناء المنطقة وأبناء مدارس كل من بوعزة مولاي العباس والقربة وذلك احتفالا بالمسيرة الخضراء. ما تنشكر السيد البرلماني السي عبد العزيز الدريوش على الدعم تاعو لهذا الجمعية وكنشكر كذلك المجلس الجماعي وكنشكر جميع مكونات المجتمع المدني بجماعة التسلطانت وكذلك تنشكر اللجنة المنظمة لهذا الحدث وشكرا جزيلا للصحافة. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.